تعرف أكثر عن دور وزارة الداخلية السعودية، أن يكون بجانبي ضيفي وضيفكم المقدم السعود ضيف الله العتيبي، الله يعطيك الصحة والعافية، آمر مدرسة المنقف الابتدائي البنات، قواكم الله، مجهودات تبذل أمانة. أتحدث عن العملية التنظيمية بالنسبة لوزارة الداخلية من خلال تواجدنا في هذه المدرسة. طبعا بناء على تعليمات سيدي معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، تم استلام الموقع منذ عدة أيام ليتم تجهيزه وفق الشروط الاشتراطات الصحية، وحيث تم التنسيق مع وزارة الصحة لعمل غرفة عزل في حالة الاشتباه بإصابات كورونا، وكذلك تم فتح اللجان في تمام الساعة 8 لعملية الاقتراع للناخبين وتسهيل الوصول والخروج للناخبين. المقدم سعود للأمانة كما نشاهد يمكن خلفنا أيضا بالنسبة للجنة الأصلية وأيضا عملية تنظيم لاستقبال الناخبين، وأيضا نتحدث عن هذه المدرسة اللي هي مخصصة للإناث، كيف تتم العملية بالدخول والخروج؟ يمكن حرصتوا أن يكون المدخل والخروج بخلاف مدخل الدخول بخلاف مدخل الخروج، حتى أيضا تطبق الشرطات الصحية. نعم صحيح، تم عمل منفصل الخروج والدخول منفصل عن بعض، وذلك وفق الشروط الصحية ولتسهيل عملية الوصول والدخول للناخبين، كذلك مع وضع احترازات صحية لها. الله يعطيكم الصحة والعافية وكل الشكر لك، وشكر موصول أمانة لجميع الأفراد في وزارة الداخلية وأيضا من أكيد حاضرين في جميع هذه اللجان كما نتحدث خلف اللجنة الأصلية، هناك أيضا لجنتين في الداخل في هذه المدرسة، العملية تسير بشكل سلس، وأيضا هناك القيد الانتخابي بإمكان أي من هو مقبل للإدلاء بصوته أيضا يتأكد من القيد الانتخابي بالاستعلام الإلكتروني. وفرت وزارة الداخلية أيضا خدمات إلكترونية أكثر سلاسة وسهولة ليتعرف أكثر وأن تكون العملية وفق الاشتراطات الصحية كما نشاهد ونتابع بشكل مميز وسلس في مختلف أكيد المدارس التابعة للدائرة الخامسة، اللي إن شاء الله ستتواصل العمل من خلالها حتى الإقفال في الساعة 8 مساء.